كوكو البنات، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم تخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نعمل معكم واحد الدوره هنايا في لاغي برافون. بنات اللي ما ساكنينش هنايا في بروكسل، هاد الشارع هذا هو اللي كيقولوا شارع المغاربه، فاهم؟ مغاربه بزاف وكيبيعوا فيه الحاجات ديال المغاربه. بحال اللي كتشوفوا يعني كل شيء كاين هنايا، الحاجات ديال المغاربه اللي كنشريو المغرب، برارات، سواني، كيسان، ديكوراسيون مغربي، مهم كل شيء عندهم هنايا في لاغي برافو. بزاف ديال البنات كيجيو من هولندا ومن فرنسا كيجيو هنايا يتسخروا. سامدي وديمونش تبارك الله كتكون الدنيا عامره عندهم هنايا. هاد الطاولة هادي حمقتني فريمون مزيونة النقش ديالها. للاسف هاد الحانوت هادي ما كاتبينش كل حاجه عليها الثمن ديالها، باعت الحاجات اللي كتجبر عليهم الثمن. انت حيت عندهم ديكوراسيون والحاجات هكذا ديال الكوزينه، اون فوقي عندهم لي موبل، ماشي بزاف، غير باعت الحاجات وصافي. عندهم ديكشي ديال لي موبل مصري و لي طابلا مونجي وحاجات بحال هكا.
شوف هاد الفوتويات اللي هنايا مصريين. سقسيت مول الحانوت، قال لي مولين الحانوت مصريين ومغاربه، يعني عندهم حاجات مصريين ومغاربه في جوج. بين هاد النقش هذا ديال مصريين، واللي الزواقة ديالهم مصرية ماشي مغربية. عندهم حاجات مزيانين طبعا، حتى هاد لي كونسول هادو عجبوني. مامي هادو عندكم هادشي في اسبانيا مامي؟ اه نجي هادي لكم لا ما ادري، يقدر يكون شايفين بزاف ديال الجنسيات. شي عندهم هذه انا عرفت المصريين غير بهذه السوا هذه ديال الشطيح. شتي ها ملي كتكون لابسه العمده وكتطاح ها تجيك مرا سوريه اللي كتهضر وصافي نخشك بالشك بتاعتي الهشك بالشك. شنو هادي كوري؟ العود ماشي بخور ميزلان قريت بها رغبة تاني شوم معتك دلوعة رغبة شامينة دلوعة تشوف دلوعة اللي كانت ماما عاملة في النهار ديال السابع عجبتني هي كبير الحجم من علي قوية بزاف خذتي فسخة حرام عليك قوية بزاف اللي مزيونين كانت عامله ماما نهار السابع شتيها بحال الريحه ديال العنبر. بخور فاطمه بخور فاطمه بخور هرمي ها وعيد عيد مزيد بخور زينب بخور فازع بخور جمله بخور اشكال كلهم زوينين بخور درهم درهم هذا 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 شوم شوم خنجر خنجر غير كيعرف الفلفله من بعيد شوم زيون زيون بحال هذا كانت عند ماما مامي عندهم هذاك الكتريك شتيها لا بحال اللي كتشوفوها البنات فريمون كلشي هنايا بلجيكا يعني بزاف د الحب. المهم الحاجات المغرب كاملين هنايا اللي بغيتي الحاجات العروسه المهم الحاجات اللي كاينه في المغرب هنايا غير طبعا الثمن هنايا زايد على المغرب. مي بنادم داكشي ديال اللي غطلع المغرب ديال تقال وداكشي بنادم يشري من هنايا وهاني راسو. المهم الحاجات كاملين حنايا بحال حنايا في المغرب
حاجات اللي بغيتي كاينه، يا ماكله يا بغيتي رايبي كاينه، بغيتي الحاجات الماكله ولا هادي ديال الديكوراسيون. بنات هذه الحانوت اخرى دخلنا ليلا جوست اكوتي، تما عادوا عندهم غير داكشي ديال المغاربه، تما عندهم حاجات مزيونه. هذه بحال اللي كتشوفوا كل حاجه عاملين عليها الثمن ديال بحال اللي كتشوفوا حتى هاد الكليسه ديال الحنه عندهم ديال بالدراجي ديالها بالشماع بكل شيء. ما عرفتش الصراحه واش كيبيعوها ولا كيكريوها. هذا عالم بلادي، عالم بلادي ورفرفه عاليا. يعني كتشوفوا كل شيء كاين هنا، يعني بحال اللي تينا في المغرب، غير الثمن طبعا راه زايد على المغرب، ماشي بحال تما المغرب. بحال كتشوفوا كاين حتى العماريه، عماريات. برارات، كلشي كلشي كاين. وما كتدخل هاد بغيت بابون كتقد تدخل الحوانات كيجيك لا بحال تينا في المغرب. انا حمارا جيت معايا عكوستي، معايا ما سكناش في بروكسل، سكنا خارجه شويه وما كنتش كتعرف لا غيت بغابون. جينا لهنايا قالت لي جاني راسي بحال مشيت المغرب وانا ما وانا ماشي في المغرب، يعني كتقول فريمون كتبان كلشي في المغرب. راه فريمون حنا عندنا حاجات مزيونين ديال الاتات وكلشي، زعما داكشي ديالنا مزيون لا يعلى عليه. هاد الشمع هادو ما شفتهمش ملي كنت باقي صغيره، كنعقل كنا كنهزوهم مع العروسه شحال هادي. فوالا البنات، هذا هو غير البغابو. حنا جينا شويه معطل، انا تقريبا المهم ماشي تقريبا عامين ما وصلتش لهنا، يعني كنت حبله بنتي كانت جات عندي بنت خالتي وجبتها لهنايا. دابا حتى جات جاو عندنا العائله، جات عندنا عزيزه وخالتاتي لهنايا، وحده مشات اليوم وحده جات معانا، جات تشوف غير البغابو. مامي خالتي كيجا خالتي سلام. جاني المغرب الثاني، غير هو المسائل هنايا شويه زايده شويه. ديروا معاكم شي فوطو، انت كلشي كيتباع هنايا، الا خصني نقصوا شي حاجه راه غادي يلقاها. قرب بحال المغرب، بحال عندنا حنايا حقيقه، حنا مدينه اللي كنسكنوا اسبانيا، مدينه بالضبط، ما يمكن في المدن الاخرى كاينه، ولكن مدينه بالضبط اللي ساكنين حنا فيها طوليده. ثاني حتى في الصباح كتجبر لا، يعني ما فيهاش بزاف ديال الحاجات، ما فيهاش هادشي ديال المغرب، يعني كتنقصنا بزاف ديال الحاجات. كيجيوني هنايا كيبان لهم بحال المغرب. ملي كنجيو غير هي غير وكان ما كنتشمتو كنقطعوش يعني الباكاج بزاف باش نديو معانا بزاف. كنبقاو على المليطة قليل فيها على 20 كيلو، ما كتهزش بزاف، يعني كنبقاو حاصلين. المرة اللي ما جاي ان شاء الله، كل مرة كنقول لا الصراحة، كل مرة كنقول غادي نجيبو السيارة حسن وهذا، ولكن دوماج ما كتكتبش. خاصك تجي مامي، خاصك تجي في جو مزيون ماشي برد. عزيزه عزيزه مسكينه راهي جاها كتب لي غير في الوقت البرد اللي كان جيت مرات، كتب لي غير جيتي واحد مرات هنا عمو هشام في وحده اللي جاني ما عندك حليب، وحده اللي جيت في شهر 6 دائما كنجيها شهر 12 شي ثلاثه من الوقت، هذه مره هذه في شهر 2.
هنا الناس حتى كتشوفوا كدوروا بحال كنهضروا في شارع مكسيك في طنجة. واه العزيزه كانت كتقول لهم هنايا كتقول لها الدنيا عامره ويا بجيران هنايا قلت لها الدنيا عامره. حنا في هذه الساعه ولا في المدينه فين انا ما تلقاش الناس كيدوروا ولا كلشي في دارهم كلشي حاسو ما عندكم واحد الجهه واحد الناحيه مزيانه اسبانيا فيها فيستا الدنيا ايمن فيها ايروين الناس يصون الناس عايشين عفيفهم على هنايا. وين انا هضرت غير على المسائل ديال البيع والشراء ولا مسائل النقاء مسائل الجو مسائل ديال زعما صراحه في اسبانيا احسن احسن من هنايا بزاف يعني الجو زوين. دابا حنا عندنا بعدا الربيع ما عندناش كاع صافي دخل فصل الربيع ما بقاش الشتاء وعاد الناس مقيان ما كتشوفش العرب بزاف يعني العرب الحقيقه فيما كنتجمعوا كنعملوا شي حاجه ماشي حاجه. عاوت انا ميتها في اسبانيا على حسب مناطق. انا قلت لك مدينه فين انا كنهضر خاص مدينه فين انا ما كنهضرش في مدن اخرى طبعا في مدريد في برشلونه مدن الكبرى فيها سوا ما حتىش عاوتاني حتى هنايا حتى العاصمه كثيره حتى انتم العاصمه فيها حنا دابا في مقاطعه المغاربه حيت حنايا ماشي زوج عزيزي على العمر الانسان اللي عايش في بروكسل بالخصوص ويقول بانه عنده اللي كيكون اللي عايش في بروكسل ما خصوش يقول انه عايش في غربه. مغربي عايش في بروكسل راه عايش في مدينه ثانيه خصوصا ديال والديك قدامك حتى الطائرات دابا كلشي رخيص وهذا ما كنظنش شي واحد يقول انا عايش في غربه يقدر يمشي يشرب اتاي مع امه وباه الجمعه والسبت بحال هو مع رايانير بحال كتشبع ربي بزاف بحال بحال خصك تمشي في بيريود ديال الكارت السدراوي الا كنتي كتعرف الكارت السدراوي ديال رايانير انا ما كنعرفوش كيزال الكارت السدراوي نعرفناه معلومه اضافيه سي هذا معروف مشهور في طنجه كان كار كيدي بين تطوان وطنجه صافي واحد الواد المغربي جيغي السوق فريمون الناس كيبرحوا اورو اورو انا البارح عملت فيديو في هذيك الريكلام 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 وي ماشي ماشي المغرب لان حنا عشنا في المغرب الحمد لله صراحه في المغرب ماشي كنقولوا هادشي ما سمعنا ولكن كتجيني غريبه في بلد اوروبي هذا اللي كاين حتى الحاجه كاينه كلشي كاينه كل واحد بنت كنعرفها تعرفت معاها غير في يوتيوب كتقول لي كانت كتقول لي انا نصيفط لك التمر ثم ما عندكم شي تما قلت لها ولي حنا عندنا كلشي كتقول لي كتضحكني عندنا كلشي واحد المره انا كنتسحر وانا نوريلا قلت شوف اش كانت كنتسحر وريت لها رايبي ها عندكم رايبي قلت لها كاين كلشي رايبي اللي بغيتي سبحان الله كلشي كاين يعني ما كاينش شي حاجات تشهاها ما كايناش بالاضافه للمواد ديال المغرب كاين مواد تركيه يعني كاين اكله تركيه لبنانيه يعني زيدتي عندك شي حاجه زايده على داكشي ديال المغرب كل كارتي مشهور بالحاجه ديالو. حنا المشكل عندنا في بلادنا في بلاد فين حنايا بعدا خصك غير باش تاكل حاجه حلال كتستش عليها انا كنقول كنقول على طوليطي يعني الحاجه حرام ما كايناش كاينه غير حرام ما كايناش يعني الحقيقه ما كاين ريستورانت كثيرين ما كاينش ما كاينش المواد اللي تاكل يعني بحال الكيكات بحال هذه ما كاينش اختيارات صافي يعني الا ما عدلتي شي خصك تقول لهم ولاتي خدامه برا وداخل تعدل راسك رغايف اما في رمضان مامي كتمشي في الزنايا كيبيعوا كلشي رغايف زنقه واقفين هذا عندك واحد وكتمشي للزنقه ريحه الحريره وفي الساحه ديال ديال الماكله ديال الجو الناس والو حتى الجو العبائد يعني العباده وداك الشيء هنايا كيكون اكثر لان المساجد عندنا مركز مركز اسلامي غير ما كنتش كنقول الله كل حومه راه عندكم فيها مسجد صافي انا كنهضر شوف غير قدام الدار ديالي كاينه ثلاثه جوج مسجد واحد وصغير بزاف مسجد واحد وصغير كتحس بالجو د رمضان ساعة تصلب جلال كنحاولوا زعما نعملوا الجو ديال رمضان اللي كنكون في رمضان ولكن ماشي بحال هنا اكيد ماشي بحال هنايا بنات دخلنا لواحد مكازا اللي كيبيعوا مواد غذائيه المهم بحال اللي كتشوفوا اللوز بيستاج وحاجات المغرب هادو اكثريه اللي كيبيعوا حاجات بحال هذا كيكونوا سواسه تحيه للسواسه عندهم تبع ماركة هنايا تركية كيبيعو حتى الحاجة ديال تركة هذا ميلفي ديال المغرب انا عمري ما قيستو صراحة المذاق ديالو بحال كنشوفو كيتباع في المغرب
هنا عندهم بورغول كسكسو داري ميخ داري وين عدس بايسار ما عندهم كلشي هنايا لي صوص كونفيتير عايشه هي هنايا الخال مغربي المهم كلشي الحاجات اللي كاينه اللي كنقلي هي ماشي حبه حبه هيل هنا هذا المسمن هذا ما عرفتش كيفاش عامل مسمن كونجيلي ما يكونش طبعا فحال الخدمه ديال الدار هاد الورقه هادي كنت ديجا عملت بيهم واحد المره الرغيف في رمضان كي شفت بحال رغيفه سيده معمرين كانوا بزاف البنات تسقساوني ملي كنشري هاد الورقه المهم انا كنشريها من عند المطاع اللي كيبيعوا الحاجات بحال هكا المهم انا نخلي لكم الرابط ديال الفيديو هنايا فوقي غيبان لكم فوقي ولا بغيتوا تشوفوا فيديو من بعد فوالا هنايا راهي بها هو البان انا ندي هذا كيحمقني هذا واعش تشرب قهوه على شام ولا فوالا هنايا عندهم الزيوت ديال الشعر المهم زيوت ديال كلشي عندهم اللوز خرواع المهم الزيوت اللي بغيتي عندهم هنايا موجودين حلبة أملا ديال التوم المهم شوف تقريبا كاملين عندهم هنايا تعبنات في جوسيد شوسيد عرفت ديال التواركه مع هاد البرد هذا هي هذيك اتاي سخون فوالا بنات وصلنا لاخر الفيديو اللي اول مره كيشوف فيديو ديالي مرحبا بكم معايا في لاشين ديالي وديالكم وان شاء الله شي فيديو اخر ولا كثر كنعطيكم بوسه كبيره ان شاء الله مره اخرى سلامه